فيما مضى ضمت حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عشرات آلاف الفيلة، إلا أن العدد المتبقي اليوم وبسبب صيادين يقارب 500. خلال الأشهر الثلاثة الماضية أستطيع القول أننا نفقد من فيلين إلى ثلاثة أسبوعيا، وهذه نسبة ضخمة بوجود 500 فيل. جيء بالقوات الحكومية إلى هنا لطرد المتمردين من الحديقة، غير أن الجنود الموالين للجنرال المرتد لورو أنكوندا قاموا منذ 4 سنوات بالسيطرة على مساحات واسعة من هذا الموقع بزعم التحرك لحماية أقلية توتسي في المنطقة، وتعتقد المنظمات غير الحكومية هنا أن الجنود يقومون بعمليات إتجار جانبية. يقتل الجنود الفيلة ويبيعون العاج ويعطون لحمها لزوجاتهم ليبيعنه في سوق القرية. لحم الفيلة يباع بأثمان بخسة تساوي نصف ثمن لحم البقر تقريبا، إلا أن العاج الثمين يصدر إلى آسيا. يقتلون الفيلة للحصول على العاج ويستبدلونه إما بالطعام أو بالسلاح. ولا يستطيع حراس الحديقة فعل الكثير لمواجهة ذلك. يقطعون أشجار الحديقة ويستعملون أخشابها لبناء حاوياتهم، وآخر مرة حاولنا مصادرة الأخشاب كادوا يقتلوننا. الفيلة ليست الضحية الوحيدة في حديقة فيرونغا الوطنية، وهذه المشكلة مرشحة للاستمرار مع تدفق أعداد جديدة من الجنود إلى هذه المنطقة.